الرئيس السيسي يشيد بأداء المرشحين السياسي خلال العملية الانتخابية، ويؤكد أن المشاركة غير المسبوقة من المواطنين تعكس وعي المصريين. الرئيس السيسي يؤكد لوزير الدفاع اليوناني ضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية في غزة. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 20,000 شهيد، ومجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف عاجل للقتال. قرية شاملة تأتيكم من النيل الأخبار، مرحبا بكم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ من القاهرة حيث أكد الرئيس السيسي تقديره للأداء السياسي للمرشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية لرئاسة الجمهورية عام 2024 على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري. وأشار الرئيس السيسي خلال استقباله المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 إلى أن مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات عكست وعي الشعب المصري العظيم بمسؤوليته الوطنية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السادة المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم السيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والسيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والسيد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد ترحيب السيد الرئيس بالسادة المرشحين، مؤكدا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيرا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسؤوليته الوطنية. من جانبهم حرص السادة المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئة للسيد الرئيس، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا، ومعربين عن خالص تمنياتهم للسيد الرئيس بالتوفيق والسداد بما يحقق مصالح الوطن التي تعد الهدف الأسمى لكافة الأطياف السياسية الوطنية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد عرض السادة رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين، حيث ثمن السيد الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة، مؤكدا أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكونا جوهريا لتطور المجتمع وسمة أساسية للجمهورية الجديدة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، الذي توجه بالتهنئة لسيادته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر لفترة جديدة. وأكد العاهل الأردني حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التشاور والتنسيق بشأن مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها العمل على إيجاد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية. وقد أعرب الرئيس السيسي عن الشكر والتقدير لأخيه الملك عبد الله
الله الثاني على هذه اللفتة الأخوية، مثمنا ما تتسم به العلاقات بين مصر والأردن من قوة ورسوخ، ومؤكدا مواصلة مصر العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، الذي توجه لسيادته بالتهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية بولاية جديدة. وشدد البرهان على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين. من جانبه ثمن الرئيس السيسي اللفتة الكريمة من رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكدا حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق. استقبل الرئيس السيسي اليوم وزير الدفاع اليوناني نيكولاس ديندوناس، وخلال اللقاء جدد الرئيس السيسي التأكيد على خطورة الوضع في قطاع غزة وضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية حرصا على أمن واستقرار الإقليم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولاوس دينديس وزير الدفاع اليونان، وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وسفير اليونان بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي. صرح بان وزير الدفاع اليوناني استهل المقابلة بنقل تحيات وتهنئة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس للسيد الرئيس، مشيرا الى ما عكسته نتائج الانتخابات الرئاسية من تأكيد ثقة الشعب المصري في قيادة السيد الرئيس، ومشيدا بما يتسم به دور مصر من ايجابية وتأثير في محيطها الاقليمي في الشرق الاوسط ومنطقة المتوسط، ومثمنا التعاون المستمر بين مصر واليونان سواء على المستوى الثنائي او من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. وقد أعرب السيد الرئيس من جانبه عن اعتزاز مصر بالعلاقات الخاصة والتاريخية التي تربط البلدين، مشددا على الحرص على استمرار الطابع النشط لتطور العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مجالات التعاون المشترك على الأصعدة كافة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في مجال الدفاع والتعاون العسكري، كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية خاصة في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق، مشددا على أهمية حماية أهالي القطاع من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعانون منه، ومؤكدا استمرار مصر حكومة وشعبا في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني بالقطاع، بالإضافة إلى تنسيق وإيصال المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي وضرورة تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتفق الجانبان على خطورة الوضع وضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية حرصا على أمن واستقرار الإقليم الذي تتزايد مؤشرات الخطر به. جدد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية، داعيا المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد في مواصلة مسيرة عطائه للوطن. جاء ذلك في مستهل أول جلسة عامة يعقدها مجلس النواب بعد فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة. الزميلات والزملاء نواب شعب مصر، طالعنا بمزيد من الفخر على مدار الأيام القليلة الماضية عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي عكست صورة أنبأت ملامحها عن مدى حكمة ووعي شعب مصر العظيم صاحب الحضارة والتاريخ العريق، كما أنبأت عن مدى إدراكه وبكل حصافة لكيفية الدفاع بكل السبل
عن وطنه ومقدراته، فقد حرص على المشاركة الإيجابية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية ساعياً لبناء مستقبل وطنه. وخلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور حنفي جبالي، انتهى مجلس النواب من مناقشة 62 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين. وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة باقي مواد مشروع القانون البالغة 77 مادة. ويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجميع الخريجين تحت مظلة واحدة. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة مراكش للمشاركة في اجتماعات الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي الذي تستضيفه المغرب. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن المنتدى العربي الروسي كان قد تم إطلاقه رسميا لأول مرة في عام 2009 بموجب مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وروسيا. واستضافت العاصمة الروسية موسكو آخر دوراته في عام 2019. من المقرر أن يعقد وزير الخارجية عدة لقاءات مع نظرائه على هامش المنتدى، والتي تستهدف التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية الهامة، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة وسبل إنهائها في أسرع وقت. في إطار تعزيز قدرات القوات البحرية المصرية، استلمت القوات البحرية الفرقاطة القدير من طراز ميكو اي 200 بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمير الألمانية، وذلك بحضور عدد من القادة البحرية والمصريين. قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقاطة القدير، والتي تعد الثالثة من أصل أربع فرقاطات تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية، وكذلك السفير المصري والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركات الألمانية المصنعة للفرقاطة. في إطار تعزيز قدرات القوات البحرية المصرية، استلمت القوات البحرية الفرقاطة القدير من طراز ميكو 200 بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري، حيث تم بناؤها بشركة تي كي ام اس بترسانة اس بي ان الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقاطة القدير، والتي تعد الثالثة من أصل أربع فرقاطات من طراز ميكو 200 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصري بألمانيا والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية تي كي ام اس المصنعة للفرقاطة القدير. وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى القوات البحرية الألمانية وشركة تي كي ام اس الألمانية، مشيرا إلى الجهد الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة التحديث والتطوير للأسطول البحري والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة. وتعد الفرقاطة القدير إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانيات القوات البحرية،
وتهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا، حفاظاً على مقدراتنا وإعلاءً لكلمة الوطن، ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط. يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، والتي تشمل مواد طبية وغذائية ومستلزمات غذائية إضافة إلى شاحنة الوقود. وأفاد مراسل نيل بأنه جاري تفريغ الشاحنات بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19867 شهيدا وإصابة 5052586 آخرين منذ 7 أكتوبر الماضي. في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية، مما يرفع عدد القتلى للجيش الإسرائيلي المعلن عنهم إلى 139 قتيلا منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 من أكتوبر الماضي. مزيد من الشهداء والجرحى مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لليوم 74. عمليات القصف الإسرائيلية تركزت في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع. مسؤولون بقطاع الصحة في غزة أكدوا أن الصواريخ والضربات الجوية الإسرائيلية على منطقة رفح بجنوب قطاع غزة أصابت 3 منازل، مما أسفر عن سقوط شهداء. وفي خان يونس جنوب قطاع غزة وقعت معارك عنيفة بالأسلحة النارية بين مقاتلي حركة حماس وقوات الاحتلال، وقال سكان إن الدبابات والطائرات الإسرائيلية قصفت مناطق قريبة من وسط المدينة. وأفادت مصادر صحية ومحلية بوقوع شهداء جدد من الصحفيين جراء قصف متعمد يستهدف كل من يفضح جرائم الاحتلال ضمن السياسة طمس الحقائق واغتيال الرواية الفلسطينية. طمس الحقائق لم يقتصر على استهداف الصحفيين، بل امتد لتزييف المعلومات، حيث نفى جيش الاحتلال اتهامات موجهة إليه بشن قصف عشوائي على قطاع غزة قائلا إنه يستخدم قنابل عالية الدقة. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا منذ 7 من أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 19 ألفا، نحو 70% منهم من النساء والأطفال. وأثارت هذه الحصيلة المرتفعة من القتلى المدنيين في غزة ردود فعل دولية منددة بإسرائيل، التي تلقت أيضا من حليفها الأمريكي انتقادات غير معهودة، حيث انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القصف العشوائي الإسرائيلي لقطاع غزة، وشدد على وجوب أن يولي الإسرائيليون مزيدا من الحرص لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. دارت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، يأتي ذلك بينما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وأعلنت حركة حماس أنها أطلقت وابلا من الصواريخ على المدينة، ولم ترد أنباء عن سقوط مصابين أو وقوع أضرار جراء الصواريخ. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف دائم وعاجل للأعمال القتالية في غزة. يأتي هذا في حين دعت عدد من المنظمات الدولية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة بسبب الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع. الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة مطلب يبدو أنه أصبح بعيد المنال رغم المناشدات الدولية. المنظمات الدولية شددت على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بسبب الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع، الذي يشهد تصعيدا خطيرا تشنه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
هذا ولا يزال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث عن سبل تمكنه من تحقيق توافق قبل تصويت على مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. وأرجئ التصويت الذي كان مقررا أمس رسميا حتى اليوم للسماح بمواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدود جديد بعد 10 أيام من فيتو أمريكي. ففي 8 ديسمبر وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة غير المسبوقة التي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حالت الولايات المتحدة دون اعتماد قرار يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر على القطاع المحاصر. وفي الأسبوع الماضي اعتمدت الجمعية العامة القرار نفسه بغالبية 153 صوتا في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت من أصل 193 دولة أعضاء، ولكن قراراتها غير ملزمة. وبعد هذا التأييد الساحق أعلنت مجموعة الدول العربية عن محاولة جديدة في مجلس الأمن نتائجها غير المؤكدة من خلال طرح مشروع قرار أعدته الإمارات يدعو إلى وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق. وتأجيل التصويت حتى اليوم يعني برأي منظمة العفو الدولية أن هناك مفاوضات حول النص ربما لتجنب استخدام حق النقد من جديد من طرف واحد أو عدة أطراف. عبرت وكالتي اليونيسيف والصحة العالميتين التابعتين للأمم المتحدة عن غضبهما وعدم تصديقهما للوضع في مستشفيات غزة. وحذر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية من تعرض الخدمات الصحية المنهارة في القطاع لمزيد من المخاطر بعد خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة وإجلاء مرضاه ومن بينهم أطفال رغم حالتهم الحرجة. لا يمكننا تحمل خسارة أي مستشفيات. بتلك الكلمات أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة عن أسفه لما آل إليه حال مستشفيات القطاع بشكل عام. وذكر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن مستشفى كمال عدوان في شمال غزة الذي داهمته القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي خرج عن الخدمة وتم إجلاء المرضى منه بما في ذلك الأطفال الرضع. وأضاف أن حوالي 4000 نازح لجأوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة معرضون للخطر، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية هناك. وفي شمال القطاع داهم الاحتلال مستشفى العودة واعتقل كل من بداخله. المدير العام لمنظمة أطباء العالم جويل فايلر أكد أن الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه في جميع النزاعات الأخيرة. وقال المدير العام لمنظمة أطباء العالم إن غزة كانت أصلا سجنا كبيرا، وقسم السجن إلى 8 مناطق مكتظة بالسكان تتعرض للقصف، مشيرا إلى أن جميع التابعين للمنظمة يعانون من الصدمة ولا يعرفون أين يأكلون أو ينامون مثل سائر سكان غزة. بدوره أعلن المسؤول عن عمليات منظمة الطوارئ الدولية إن غزة بلا شك أصبحت المكان الأخطر في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، علما بأن هؤلاء أنفسهم يتبعون منطق البقاء على قيد الحياة مع قلق متزايد بسبب الجوع. ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار واقتحام قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في شمال القطاع وجنوبه، والتنكيل بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت فيها 30 فلسطينيا على الأقل منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم
بينهم أسرى سابقون. وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل الجنوبية، وتوزعت الباقية على المحافظات قلقيلية، جنين، سلفت، رام الله وأريحة بشمال ووسط وشرق الضفة. واصلت قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وعمليات تحقيق ميداني وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى. يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. قال المتمردون الحوثيون إنهم لن يوقفوا عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر إلا بعد توقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانه المحاصرين. جاء ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالفا دوليا يضم 10 بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين المتكررة على سفن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر. لم تحركهم مشاهد الهدم والدمار، لم تحركهم مشاهد قتل النساء والأطفال، إلا أنهم سرعان ما تحركوا لحماية حليفهم الأبدي المعتدي المحتل، ومن بعده لحماية مصالحهم الأمنية والاقتصادية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر. من تل أبيب أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن تشكيل تحالف دولي يضم 10 بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين المتكررة على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر. وقال أستن إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، مضيفا أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. في البحر الأحمر نقود قوة بحرية متعددة الجنسيات لصون المبدأ الأساسي لحرية الملاحة. دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف. كان الحوثيون قد دخلوا على خط الصراع بين إسرائيل وحماس، ليس فقط من خلال مهاجمة السفن في البحر الأحمر، بل وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل. وهددت جماعة الحوثي باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل مهما كانت جنسيتها، وحذروا شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية. تلك الاضطرابات عطلت التجارة البحرية، إذ أعادت شركات شحن عدة توجيه رحلاتها حول إفريقيا بدلا من البحر الأحمر، مما زاد تكاليفها ومدتها، إذ يمر عبر مضيق باب المندب نحو 40% من التجارة الدولية. تعلن مفوضية الانتخابات العراقية اليوم نتائج انتخابات مجلس المحافظات بعد توقفها لنحو 10 سنوات. وقالت المفوضية إنها نجحت بأداء المهمة الوطنية بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية، مضيفة أن نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41%. من المرجح أن تحكم نتيجة الانتخابات قبضة الائتلاف الشيعي الحاكم على السلطة في ظل مقاطعة رجل الدين الشعبوي مقتدى الصدر المنافس الرئيسي. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم ونتابع فيها بعد قليل. مصرع 127 شخصا في زلزال مدمر ضرب مناطق شمال غرب الصين، ومصر تعرب عن خالص تعازيها في الضحايا. لما كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا ان احنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء. قد يكون جهدنا فيها
زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية. أنا بس حبينا إن إحنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، إن إحنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وهنحافظ عليها، ومحدش هيقدر ياخدها مننا. زلنا معكم مشاهدينا في نشاطنا الإخبارية المفصلة، والقادم بقى من أخبار الاقتصاد بصحبة الزميل هاني فرج. مرحبا بك هاني. مرحبا بكم زميلي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الاقتصادية والتي نبدأها بهذا العنوان. رئيس الوزراء يستعرض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وكذلك الخدمات التعليمية بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم الحكومة تعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية والاستشارية لقطاع الرعاية الصحية وكذلك مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة. يشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الأربعاء مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي سبق إقرارها. ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي عالمي يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم في برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية وخطط الطرح في الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها. من ناحية أخرى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا اليوم مع دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالمحافظة. وخلال الاجتماع استعرض وزير الإسكان عددا من مشروعات الوزارة في نطاق المحافظة مؤكدا على متابعة تنفيذها خلال البرامج الزمنية المقررة. كما أكد وزير التنمية المحلية التنسيق المستمر مع المحافظة لتعزيز جاهزيتها للتصدي للأزمات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة لعام 2023-2024. عقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لقاء مع مسؤولي مصنع بيدو لتصنيع المعامل التعليمية لكليات الهندسة والجامعات التكنولوجية وكليات الذكاء الاصطناعي ومدارس التعليم الفني والتدريب المهني. وأكد الوزير حرص الوزارة على الاستفادة من كافة المقومات والقدرات الصناعية المحلية في الارتقاء بالصناعات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والخارجي.
كما أشار الوزير إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات التي تعتمد على البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة. كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 والذي صدر تحت عنوان منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات عن التطورات فيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية خلال عام 2023، حيث شهد العام الجاري توقيع مذكرة تفاهم حول أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى. وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في ضوء جهود الدولة للتوسع في أدوات التمويل المبتكر والاتساق مع توصيات المجتمع الدولي الهادفة لتطوير هيكل التمويل الدولي. وقع رئيس هيئة الدواء المصرية تامر عصام مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء والرقابة بجمهورية نيجيريا الاتحادية، وعلى هامش التوقيع تم التأكيد على حرص الهيئة على تنفيذ الآليات المناسبة لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ودعم التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك توسيع نطاق نفاذ الدواء المصري إلى السوق الدوائي بنيجيريا، وعمل جلسات عمل مشتركة لتنفيذ كافة بنود التعاون بين البلدين. وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة يهدف لتعزيز التعاون المشترك، وذلك من أجل تحقيق خطة الهيئة الهادفة للترويج للفرص الاستثمارية، حيث يساهم البنك في تقديم الدعم المالي والخدمات الاستشارية في مشروعات الهيئة. حيث أوضح أيضا رئيس المنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين أن المنطقة تحرص على توسيع آفاق الشراكات والتعاون في عدة مجالات، كما تولي أيضا أهمية قصوى للاستثمار في مشروعاتها لا سيما البنية التحتية، حيث قامت المنطقة الاقتصادية أيضا حتى الآن بضخ ما يقرب من 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة. أكد وزير النقل كامل الوزير أن مصر تمتلك إمكانيات فنية وبشرية في مجال النقل، وكذلك فرصا استثمارية واعدة في مجال النقل البحري في مصر، وذلك على مستوى كافة الموانئ والمحطات البحرية المصرية. جاء ذلك عقب توقيع وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع اليوم عقد شراكة تجمع بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس والشركة الوطنية السعودية للنقل البحرية، وذلك على هامش اجتماعهما بوفد رفيع المستوى من شركة بحري السعودية. نهاية الجولة الاقتصادية وعودة أخرى إلى المسار السياسي وزميلي في الاستوديو. شكرا جزيلا هاني. ونواصل مشاهدينا نشرتنا، حيث أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لدولة وشعب الصين في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة جانسو شمالي غرب البلاد، مما أسفر عن سقوط عدد كبيرة من الضحايا والمصابين. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع ومواساتها لأسر الضحايا. كان زلزال بقوة 6.2 درجة قد ضرب واحدة من أفقر مناطق الصين في محافظة جيشيشان بمقاطعة جانسو بشمال غربي الصين، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 127 شخصا. وخلف الزلزال أضرارا مادية جسيمة بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالكثير من السكان للهروب إلى الشوارع، وانقطعت إمدادات الكهرباء والمياه عن بعض البلدات المجاورة لمركز الزلزال. في أحدث كارثة طبيعية مروعة، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر واحدة من أفقر مناطق الصين في محافظة جيشيشان بمقاطعة جانزو بشمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الضحايا وانهيار منازل مبنية من الطين في قرى نائية لم تتمكن من الصمود أمام الزلزال.
ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات وكان مركزه على بعد 5 كيلومترات من الحدود بين غانزو وإقليم شنغهاي الذي شعر سكان أجزاء كثيرة منه بهزات قوية. أعمال الإنقاذ بدت صعبة في درجات حرارة تحت الصفر، حيث يشهد معظم أنحاء البلاد درجات حرارة منخفضة للغاية مع استمرار موجة البرد التي بدأت الأسبوع الماضي. ورفع مقر الإغاثة من الزلازل التابع لمجلس الدولة الصيني ووزارة إدارة الطوارئ الصينية الاستجابة الطارئة للإغاثة من الزلازل إلى المستوى الثاني، حيث تم إرسال نحو 2200 فرد من إدارة الإطفاء بإقليم غانزو و900 فرد من إدارة حرائق الغابات و260 عامل إنقاذ محترف إلى منطقة الكارثة، بالإضافة إلى المئات من أفراد الجيش والشرطة الذين يشاركون أيضا في أعمال الإنقاذ. في غضون ذلك أعلنت السلطات الصينية تخصيص 250 مليون يوان لجهود إعادة الأعمار في أعقاب الزلزال، حيث ستخصص الأموال لمقاطعتي غانزو وشنغهاي بعدما تسبب الزلزال في دمار للمباني وخطوط المياه والكهرباء والنقل والاتصالات والبنى التحتية. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل انطلاق فعاليات المؤتمر العربي 22 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات. ونواصل مشاهدينا نشرتنا، وبمشاركة نخبة من وزراء الصحة العرب والمدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية ورؤساء هيئات الصحة ب16 دولة عربية. بدأت فعاليات المؤتمر العربي 22 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات تحت شعار التأمين الصحي الشامل بين الفرص والتحديات، والذي تم خلاله عرض التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتكون تجربة رائدة يتم تطبيقها بالعديد من الدول العربية. التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة، الفرص والتحديات، عنوان المؤتمر الدولي 22 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، والذي تم خلاله استعراض الفرص المتاحة لمقدمي الرعاية الصحية والتحديات التي تواجه المنظومة الصحية لوضع أساليب واقعية لتوفير خدمة علاجية مجودة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل. الفرص موجودة والتحديات موجودة، والفكرة بالدراسة الكاملة والمتابعة المستمرة لكل مكونات نظام التأمين الصحي الشامل نستطيع أن ننجز وننجح في هذا الإنجاز، لأن هو مفروض من نظام التأمين الصحي الشامل أن يرضي المنتفعين ويرضي مقدمي الخدمة ويقدم كل الخدمات، ويبقى في فرص التمويل موجودة والمتابعة والتطبيق على أرض الواقع. النظم الصحية هناك هشاشة حقيقية في هذه النظم لما يدور من مختلف أنواع الطوارئ التي نواجهها، كذلك هناك يعني نقص في الكادر البشري المؤهل، والذي للأسف يعني أصبح يغادر دول الأقليم والنظم الصحية في دول الأقليم لاستكشاف فرص أخرى في دول أخرى. يعني كذلك يعني تعزيز الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع، هذا يعتبر أكبر كذلك من أحد التحديات التي نواجهها. قد تكون التغطية الشاملة والتأمين الصحي الشامل لكل فئات المجتمع، مواطنين ومقيمين، قد تكون فرصة لتطوير هذا القطاع، على أن تكون الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية مسؤولة عن التنظيم وعن الإشراف وعن التشريع لهذا القطاع. كما تم خلال فعاليات المؤتمر استعراض التجارب العملية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالدول العربية ومنها مصر، وكيفية الوصول للطموحات المثلى لتوفير رعاية مجودة للمواطنين. التجربة بشهادة الجميع زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة فيها تطور كبير جدا وفيها دروس مستفادة يمكن تنقلها للدول العربية بشكل كبير. انتهينا طبعا من المرحلة الأولى، والمرحلة القادمة إن شاء الله في خلال سنتين هيبقى في 6 محافظات تضاف إلى 6 محافظات تم بالفعل تطبيق النظام فيها. أعتقد إن هذه الدروس المستفادة مش بس هتكون مفيدة لمصر في تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ولكن أيضا سوف يتم تنقلها، وإحنا شفنا النهاردة طلب من دولة ليبيا الشقيقة إن إحنا ننقل هذه التجربة إلى ليبيا، وشفنا طلب أيضا من أشقائنا في دولة اليمن، محتاجين برضو إن إحنا نتعاون معهم في نقل التجربة المصرية. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أطلقت حزم من المعايير كلها حصلت على الاعتماد الدولي من خلال جمعية الإسكو الدولية.
ومن هنا بنضمن ان المواطن المصري عندما تقدم له الخدمات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل فهو يتلقى خدمات صحية مثل اي مواطن في دول العالم المتقدم. الجلسات التي يناقش فيها هذا الموضوع كلها غنية بموضوعات الحقيقة تلقي الضوء على كيفية تقديم خدمات صحية متكاملة، كيف يمكن للمواطن أن يشعر جيدا بقيمة الخدمة التي تقدم إليه رغم الصعوبات والتحديات التي نواجهها حاليا في موضوع التمويل، إلا أنا أعتقد أن الدولة المصرية قادرة على أن هي تنفذ خطة التأمين الصحي الشامل بكفاءة وفعالية. الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لمواجهة التحديات الصحية هو ما أكد عليه الخبراء المختصون لتوفير خدمة علاجية مجودة للمواطنين. محمد حلمي، النيل للأخبار. وفي ختام هذه القراءة الإخبارية الشاملة، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يشيد بأداء المرشحين السياسي خلال العملية الانتخابية ويؤكد أن المشاركة غير المسبوقة من المواطنين تعكس وعي المصريين. الرئيس السيسي يؤكد لوزير الدفاع اليوناني ضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية في غزة. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 20,000 شهيد، ومجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف للقتال. للمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني عايض.إيجي. شكرا لكم وإلى اللقاء.